نتابع الآن صورا خاصة بالعربي لوصول دفعة المساعدات الأولى عبر الممر المائي إلى قطاع غزة، وتتكون من 6 شاحنات. إذن تابعنا معكم مشاهدينا الكرام هذه الصور لأول دفعة من المساعدات الإنسانية التي تصل عبر الرصيف البحري إلى قطاع غزة، وهي صور خاصة بالتلفزيون العربي التي رصدها الزملاء في قطاع غزة. 6 شاحنات إذن من المساعدات وصلت هذه المساعدات عبر الرصيف البحري كأول دفعة من المساعدات تصل عبر هذا الرصيف البحري الممتد من ميناء لارنكا القبرصي باتجاه الميناء العائم في مدينة غزة.